بيحصل خلل بقى كده في وظيفة أو وظائف بعض الحاجات اللي جوه الجسم. أكيد نتيجة لده يا دكتور بيبقى فيه أعراض، وأكيد المفروض إنه الشخص اللي بيحصل جواه خلل يحس إنه في حاجة معينة بتحصل أو في مشكلة ما. إيه الأعراض اللي لو ظهرت كده أنا كماما أو بابا أو أي شخص مسؤول عن الطفل ده يعرف أو يشك إنه في مشكلة ما؟ بالظبط، ده سؤال حلو جدا، لان هو فيه شويه علامات بتبتدي تظهر في الاول. لو الاب والام ركزوا فيها هيعرفوا يشخصوا بدري وييجوا يلحقوا للطبيب الموضوع. بدري. ايه هي الاعراض دي؟ هتلاقي الطفل بيشرب ميه كتير، يعني لما كان بياخد في المدرسه ازازه ميه لا بقى محتاج ازازتين ثلاثه، بيصحى بالليل عايز يشرب ميه، فبيبقى دايما في احساس عطش. طب ما هو الأطفال لما بتكبر أو يعني السن لما بيعلى شوية وبيبقى المجهود مثلا في المدرسة بيزيد مع زيادة العمر ممكن يبدأوا يعطشوا أكتر، فاحنا هنا ممكن يحصل عندنا خلط. ما هو انا مش عرض واحد، أيوه يعني انا هقول الاعراض كلها لما نشوفها متجمعه نبتدي نشك، ايوه لكن اصل انا عرض واحد انا شخصيا خفت، يعني انا لو انا مثلا فاكره انه ده عرض واحد لا، يعني لا ممكن انا ابني مثلا يبقى بدأ يشرب كتير الفتره اللي فاتت عن الطبيعي مظبوط. بتاعه. لا، ما احنا ما بنبصش على عرض واحد، اوكي انا هقول لك 5 اعراض. حلو، لو لقينا منهم 2 او 3 يبقى لا، لا لو نشك. اتجمع 2 3 لا تمام، نشك. اوكي. فاول حاجه شرب الميه الكتير، تاني حاجه يخش التويلت كتير. هتلاقي الطفل بعد مثلا لو هو طفل صغير بعد ما كان متعلم ما بيخش الحمام بالليل مش بيبل نفسه بالليل، لأ بدأت تتكرر كذا مرة انه ما بقاش يصحى فيه كنترول. ما فيش كنترول. اوكي. بالظبط كده، فدي حاجة علامة يعني مميزة، تيجي الأم تقولي هو عمل على روحه 2 3 الشهر اللي فات. بس مش هو لما زيادة عدد مرات دخوله للتايلت دي بتبقى نتيجة طبيعية لزيادة نسبة المية اللي داخلاله؟ يعني الاتنين اكنهم مرتبطين ببعض ولا ملهاش علاقة؟ هي العكس اللي بيحصل، العكس ان السكر لما بيعلى ويبتدي ينزل في البول بيعطش. بياخد معاه ميه، السكر اوكي، هو نازل احنا بياخد لازم فاكرين بقى يسحب كلنا ميه. العكس. فلما بيسحب ميه يبتدي يحصل زي جفاف في الخلايا فيبقى فيعطش. عنده احساس العطش، صح، فهما مرتبطين طبعا ببعض. فلو الطفل بيشرب ميه كتير لكن مش بيخش الحمام كتير، لما مثلا بيلعب كتير في الجو الحر فهو بيشرب ميه بس بيعرق فده تمام. فما بيخشش الحمام كتير، لازم يبقى كذا عرض زي ما قلت بالظبط. لحضرتك. فيبقى الدخول التويلت كتير والعطش الكتير، الجوع على طول جعان، يعني بياكل اكتر من الكميه اللي كانت الام معتاده عليها. يعني هو كل طفل هي الام بتبقى عارفه طبعا. بيشبع بايه كميته قد ايه، فبدات تلاحظ ان الاسبوعين 3 اللي فاتوا لا بياكل جعان على طول، عنده احساس جوع كتير، وده بيبقى سببه ايه؟ ان زي ما قلنا الجسم مش عارف يطلع طاقه، واهم مصدر للطاقه للمخ هو المصدر الوحيد هو السكر، فاذا مش عارف يستخدمه الجسم بيترجم، المخ بيترجم ده ان هو جعان، يعني ما فيش طاقه فانا جعان يبقى محتاج اكل. فهو الطفل بيبقى فعلا عنده احساس الجوع لانه مش عارف يطلع طاقه. بيبقى مجرد احساس ولا بيبقى فعلا الطفل ده جعان؟ يعني ما هو الـ 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 ما الاحساسات دي كلها جايه من المخ، اي احساس طبعا احنا مش بنحس بيه عارفين. هو جاي اصلا اشارات من المخ، تمام. فمش جاي له طاقه فبيترجمها المخ انه جعان محتاج ياكل. فدول ادي 3 اعراض. حاجه تانية، بالرغم انه بياكل كتير هو بيفقد وزن جامد، فعلا هتلاقي فقد وزن جامد في الشهر اللي فات، او تلاقي التعليقات كتير ايه ده الولد خاسس. يخس. ممكن الام ما تلاحظش قوي الحته دي لانها بتشوفه كل يوم، بس تلاقي تعليقات من الناس اللي حواليها ايه ده الولد خاسس، اوكي، وده برضو بيبقى لانه مش عارف يطلع طاقه من السكر فبيبتدي يكسر الخلايا الدهنيه. هو انا كأم امتى ابدا احس ان في مشكله عند الطفل ده او انه ممكن يكون عنده سكر تايب 1؟ يعني من سن كام؟ من لانه اي سن؟ يعني ممكن هو صغير مثلا مش هعرف احس انه بيخس او بياكل كتير، يعني طفل لسه مثلا بيرضع ممكن يكون الطفل الرضيع ده عنده سكر؟ بتلاحظ ان البامبرز او الحفاظات بقت تتملي اكتر من العادي. فعلا. بيلاحظوها
يعني هي كانت بتستخدم عدد معين في اليوم، لا بقت تستخدم كتير، بقت بتبقى مليانه كتير، فبيلاحظوها.